الله يشملنا ويشملكم برعايته، رعاية ما شاء الله اليوم تخطى منطقة في غاية الروعة. هو مقفل فين؟ مقفل فوقها 77 متخطيها، اللي هي 78 فيبو من الموج الفرعية. خلاص كده كشف السهم قمة عام 2014 من جديد، وكشف قمة 2021 أو قمة شهر 3 من عام 22 84 60. عندنا من 82.5 إلى 84 60، هذا هدف رعاية الآن ما داموا فوق 77، يعني ضمن نظرية 3-5-7، يعني لو وصل 83 حقق هدف النظري ما شاء الله على السهم هذا. ترى شوفوا يعني رعاية في الأصل هو في قناة صاعدة أبعادها قريبة 93 ريال و100 ريال كم، بس هذه محطات في الطريق، ولا السهم ما شاء الله عندنا كثير نماذج حلوة فيه ودائما نمدحه. واليوم هو طبعا ماشي ضمن ما شاء الله منهجيته القمم والقيعان الصاعدة، ومضارب ما شاء الله كريم، يعني ياخذ ويعطي ياخذ ويعطي.